معنا إلى كلمة البابا فرانسيس خلال هذا الاحتفال الرسمي الذي أقامه له في البحرين ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، وهذه مراسم الاستقبال الرسمية. البابا فرانسيس تحدث عن أهمية هذه الزيارة، عن أهمية حوار الأديان، وتحدث عن شجرة الحياة، وعن أهمية التركيز على ما يجمع الإنسان بأخيه الإنسان وليس ما يفرقه. تحدث أيضا عن أننا اليوم نلتزم بالعمل أكثر من أي وقت مضى للتركيز على ما يوحدنا ورفض ما يفرقنا، ونحن مدعوين لأن نلتزم بالسلام، قال البابا فرانسيس. وأيضا تحدث ملك البحرين بعد ترحيبه بالبابا عن أن السلام هو طريقنا الوحيد نحو الأمل في مستقبل يسوده السلام والعيش المشترك. ننتقل إلى المنامة مع مفدنا عماد الأطرش. عماد، إليك وكلمة شاملة من البابا فرانسيس وأيضا من ملك البحرين خلال هذا الاحتفال الرسمي. إذن هذه الصور مباشرة من المنامة للاحتفال الرسمي الذي يقام في البحرين وبمشاركة البابا فرانسيس وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب خلال هذا الملتقى الذي تستضيفه العاصمة المنامة بين الشرق والغرب، ملتقى الحوار من أجل الأخوة الإنسانية. بابا الفاتيكان خلال كلمته قال أيضا لا يجب أن ندع إمكانية اللقاء بين الحضارات والأديان والثقافات تتبخر. نعود إلى مفدنا من المنامة عماد الأطرش. إليك عماد. نعم كارولينا، كانت كلمة مطولة بداية لملك البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان الخليفة الذي رحب به فيها بضيفه كما وصفه بضيفه الكبير ضيف مملكة البحرين، وصف مزاياه بطبيعة الحال، دوره في إحلال السلام على مستوى العالم. دعا الملك العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى إلى الدول الكبرى إلى ضرورة دعم دورها في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. دعا القوى الإقليمية إلى عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، خاصة دعا إلى إعادة تحديث النظام العالمي أيضا، وذلك من أجل كما ذكر يعني تعزيز الاستقرار والأمن على المستوى الدولي. في المقابل بابا الفاتيكان شكر مملكة البحرين على دعوتها، هي ثاني دولة يزورها بعد دولة الإمارات قبل 3 أعوام، هي ثاني دولة خليجية يزورها بطبيعة الحال. أكد على طبعا دور الحوار في تعزيز أواصر السلام على هو سيشارك غدا بالمناسبة في الجلسة الختامية لملتقى البحرين للحوار من أجل التعايش الإنساني بين الشرق والغرب. أكد على ضرورة أن يكون المؤمنون بتعزيز أواصر التعاون فيما بينهم في سبيل تعزيز ما يتفقون بشأنه وفي سبيل نقد ما يرفضونه بطبيعة الحال. كانت أيضا كلمة فيها يعني مجازات مختلفة، شبه مملكة البحرين بنبتة الأكاسيا التي تمتد من الصحراء القاحلة المياه لتقوم طبعا بالنمو في هذه الظروف المناخية الصعبة. إذن كانت كلمة أيضا مليئة بهذه التعابير المجازية التي عبر عنها عن شكره أيضا لمملكة البحرين باستضافته هنا في بالقرب من العاصمة البحرينية المنامة. شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة من المنامة مفدنا عماد الأطرش.